حول الموضوع عندما لنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور بركة الحوشان، أستاذ الإعلام في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. نتحدث هنا عن شبكات وهمية من أجل تحويل الأموال. أولا لو أردنا شرح الآلية المتبعة في هذا الإطار، كيف تتم العملية؟ وهل ليس هناك من رقابة مالية مثلا على مثل هذه العمليات؟ مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. الحقيقة بأن التجارة الإلكترونية أو ما يسمى بالشوبينج على الآي باي هي في الواقع مواقع معتمدة في كثير من دول العالم، يقوم بإشهار البضائع المراد بيعها، ثم بعد ذلك يتم من خلالها تبادل المال مع البضاعة. أليس هناك رقابة مالية على مثل هذه العمليات؟ هو بطبيعة الحال هناك ما يسمى بالرقابة المالية بعد أن خرج علينا يعني مصطلح غسيل الأموال وتبييض الأموال ودعم الإرهاب. وعندما نتكلم عن مثل هذه المواقع العالمية، فالرقابة المالية بطبيعة الحال تخضع لكل دولة على حدة. هناك دول تلتزم بالرقابة المالية وتجري عليها رقابة دقيقة، بينما هناك دول تدعي بأنها تجري رقابة مالية، ومثل المراكز المعروفة عالميا بأنها مراكز تجارية، نعم، بطبيعة الحال لا تستطيع أن تجري رقابة بالكامل على كل العمليات اللي تنفذ في داخل هذه المؤسسات وهذه الدول. طيب دكتور، عمليا برأيك كيف يمكن ضبط مثل هذه العمليات؟ هل هو سهل مثلا على الأجهزة الأمنية وعلى أجهزة الرقابة من تتبع مثل هذه العمليات؟ لا شك بأن كل من يتتبع هذه العمليات يستطيع أن يمسك بها، ولكن هل باستطاع أن نتتبع كل هذه العمليات؟ بطبيعة الحال كل ما كان حجم هذا النوع من التجارة عالي فهو تقل عملية الرقابة أو السيطرة بشكل كامل، ولكن ممكن أتتبع عمليات مشتبه فيها وأستطيع أن أراقبها وأحاول أن أمسك بالأطراف المشتركة في هذه العمليات، لكن لا أستطيع أن أتتبع كل العمليات التي تمشي أو تمضي على هذا المنوال بطبيعة الحال. نعم، طيب هنا يعني حتى مواقع التسوق العالمية أصبحت ربما هي واحدة منها تخضع لذلك. طيب كيف يمكن لهذه المواقع أن تحمي نفسها من عملية تحويل الأموال الوهمية؟ هل من يعني ربما إجراءات يمكن أن تتبعها؟ هل تستطيع حماية نفسها أم لا؟ هي الرقابة المالية هي بطبيعة الحال تستطيع أن تحمي نفسها إذا كانت تتبع مثل هذه العمليات، لكن كلما ضيق على هذه العمليات كلما كانت أقل فائدة وأقل ربحية لهذه الشركات وهذه المراكز التي تعمل بالتجارة أو نسميها بالتجارة الحرة والتجارة العالمية، فهي تزيد مع زيادة العولمة. وبطبيعة الحال لا شك بأن الرقابة المالية ومراقبة التحويلات ومراقبة الإيداعات وهي بطبيعة الحال جزء من الجريمة المنظمة وجزء من عمليات غسل الأموال وتبييضها التي تهدف إلى شرعنة المال القادم من طرق غير مشروعة. نعم، طيب هل من مسؤولية ملقاة على مالك الموقع نفسه؟ هل عليه أي مسؤولية؟ هو بطبيعة الحال يتحمل جزء من المسؤولية إذا كان يعرف عنها ويمررها. وبطبيعة الحال كلما زادت هذه العمليات كلما كانت هذه المراكز أكثر ربحية، ولذلك أنا أتوقع بأنهم مستفيدين جدا من هذه العمليات، ولكن أجهزة الاستخبارات العالمية وأجهزة الرقابات المالية في كل دولة عليها أن تلتزم بأن تقوم برقاباتها حتى لا يتمس أمنها القومي وأمنها الداخلي. طيب قلت بأن كل دولة لديها جهاز رقابة خاص بها، يعني هناك بعض الدول التي تقوم بالرقابة بشكل فعلي وصحيح ودول ربما لا تلتزم. نعم. الإجراءات التي يجب اتخاذها الآن على مستوى كل دولة برأيك، أو حتى ربما إيجاد شيء مشترك حتى أو دولي؟ هناك اتفاقات ثنائية وهناك اتفاقات يعني أشبه ما تكون شبه دولية، ولكن الدول والتزاماتها تختلف فيما بينها البين، بعضها يلتزم كثيرا، بعضها يلتزم بدرجة متوسطة، بعضها يجد بأن مصلحته تكمن في
ازدهار هذا النوع من التجارة العالمية. شكرا لك على هذه المداخلة. معنا الدكتور باكر الحوشان، أستاذ الإعلام في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. شكرا لك.